المرتقان. المرتقان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجال ايه؟ خش ايز. وادي البروفة خلي الأنسة تخش تقيس جوه. خلي الايه؟ الأنسة تخش تقيس جوه. على أساس إن أنا واقف قدامك شفاف. في إيه يا أستاذ؟ أنا غلطت فين دروستم يعني؟ في إيه؟ الله 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 الله. يا عم انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله تمام امك انت انت بره 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 لم علينا عبيدك يا رب. وفي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله. الناس راحت فين يا بوب؟ أنا مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي! ايه؟ الفلوس! مش خطرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة، ما تخافيش يا بنت الفلوس إن أهو في قلب الجيب جوزك سبع. خفت يكونوا الثانوية خرمني. لا يوصلوا منين؟ أهو في جيبي أهو. بس ولو برضك. لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبينج. انت انك نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي. والراجل جاي بالفزمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مشكلة ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجة. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل طفل. طفل. طفنة. ايه ده؟ طفونة يا بابا طفونة. قولي عفونة مش طفونة. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عيني. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش أمل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتلك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا امال ايه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا بابا ابدا، يعني لكم يا بابا ابدا، يعني ايه لكم اقول ابدا. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم انا بقول دم، يعني لكم انا بقول دم. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي.
ما شاء الله يا ضحية، ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا ضحية. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا ضحية. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بالنقل منى وجمال ورمز الجلال جميل جمال دكتور ابن حلال والله ابن حلال جميل جمال هنجيب عيال جميل جمال هنجيب عيال هنجيب عيال. واضح انه اشعاعات البرنامج لمست معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده، ومديك كتير بالذكر انه هيبقى في ليله على الفضيات النهارده. اجي يا بوبي؟ لحظه واحده يا عيون البوبي، لحظه واحده. هو الدكتور معايا البرنامج رقم ايوه. الو يا دكتور. الو الو يا اسطى. ايه يا اسطى البرنامج مش عايز يتسرق خالص. لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمينا عظمه. ايوه. طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده؟ لا. بس واضح ان هو الشغل ده. مع السلامه مع السلامه انت. يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجيه. اهلا بك يا ست الكل يا قشطه. دلعينا بقى دلعينا. الدخول الى القائمه الرئيسيه. ايوه اضغط الرقم 1. صحيت امك. ليه اضغط رقم 1؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا بوبي. يا الله تعامل مع الهدف. درجة الشحن فول بطارية. يا جوز الخيل العربية سوق يا سطى لحد الصبحية. على راسي انا من يا بوبي كلك حنيه. السكر غلي في الجمعيه. ونحلو بايه اللي لدي شويه رز وشرعيه. خد الخيل والعربيه. انا 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 اهو. فين الباب؟ نوجا انت فين يا لمبي؟ نوجا انا عملت ولا ايه نوجا؟ يا راجل انا مش شايفاك. اعمل ايه؟ روح عند البيجورة النهارده النور اللي هو بتاع العماد الرؤوسي. روح فين يا اخويا انا شايف اهو. انت فين يا لمبي؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ إيه اللي طلع في الدولاب يا راجل؟ أنا عارف إزاي الراس تحطلي برنامج طيران. طب انزل طيب أنا مش عارف أطلع لك. طب فسحها فسحها. أهو. إيه اللي نسوه ده؟ هتعمل إيه يا راجل؟ اسم الله عليك يا حبيبي. نيلة نزلة من نيلة بنيلة. إيه؟ عمود الفكر باظ. قوم قوم. إيه؟ قوم. إيه يا نجلاء؟ اسمع بقى يا راجل أنت. هلا طفي النور ولا مولع النور؟ من الصبح عمالين نطفي ولا في نور ولا حاجه بتحصل. ما بالراحه. طب يا نجلاء طيب بالراحه. مش حلو الخطه دي. مش حلو عليا. ايه بتاع ايه؟ اسالي امك هتلاقيها يعني الله يرحمها اكيد وصيتك بده. بحنان ضع يدك على كتفها. ضع يدك على كتفها. ايوه كده يا عم المجانس. ايه 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 انا عارف ايه ايه
استنى البت بقى، في بنات افكار بتكلمني. يا انت بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله يا بت، ده شويه بنات افكار يعني، انت هتغير ان شغلت عيال ولا ايه؟ استنى الشغل ده جاي برومانسيه، امسك اذنها. اهدى صبري صبري، وده ايه اصله ده؟ ده بت اهدى بقى، ده الرومانسيه دي. ايه رومانسيه يا بت؟ اعملها ايه يعني؟ لحظه صرصور الودن، غمض انت بس عيش اللحظه. ايوه انت تتنفس، انت هتغطسي نازله تغطسي في ميه. قم بحركه عاطفيه لولا بيا. اه طيب عارفها انا. والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن. انا مش عارف ايه ده. And now get close to her. ترانسليشن. ايه؟ ابقى انا بتكلمني. اقترب منها. ايوه بس اقترب منها. اكثر. والان؟ ها؟ ضمها اليك. ايوه ضمها اليك. اكثر. او. فاكثر. او. اكثر. ما هتتكسر كده هي. اللي هتتكسر كده. والان؟ ايوه. جيم اوفر. احنا طمك. انت بتشتني؟ لا ب... لا بقول لك ايه؟ اسمع بقى يا راجل انت. انا هتبس النهارده ولا مش هتبس الليله دي؟ والله معاك حق يا دوليه بنت كلب معفنه. انا هوريك بقى ليله العشوائيات بتاعت عالم الزباله اللي هم اللي شبهنا. نعم يا بنت. خير يا سي الاستاذ، فينك انت؟ لحنن يا حاج لحنن. الله عليك، واني بشحت منيك ولا ايه؟ انا بشحت منيك. مال ايه يا حنن دي؟ ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تسول ده ايه؟ ناس بجاحه. بجاحه؟ شافوكوا شغلانه، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجه. انت ما خبرش انا مين؟ مين يعني بروسلي ولا ايه؟ ايه بروسك دي؟ ايه بروسك دي؟ ايه الحاج انا بتكلم بالراحه؟ طل على وجهي. انا يا ناس يا عم انا ما شفتكش قبل كده. غور غور اباي، انت هتنح ليه ولا ايه؟ هتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور. اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور، لا يا اسطى كده، يعني هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حصلتك. في حاجه يا حاج، في حاجه يا حاج، في حاجه. انت في حاجه في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله احنا ما رايح. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تاجل القضيه، واجلتها لجلسه 9-9 الساعه 9. الله، هو انت بتوع الجلسه بتاعت الساعه 9؟ اه والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عمليه. لك حق تتكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى، ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم من راس النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعه، هتولع الدنيا وهبلغ الحكومه والامن الشرطه. خلصت خلاص نجله. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعالي يا بنتي. ببص ايديا اخص عليكي كده. عارف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حبت لك.
هقتلك مرتين اتجوزها ولدي.